السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أينما كنتم مرحبا ومسهلا، رحب فيكم في قناة الواقع الفضائية في برنامج كاريزما في فقرة مذاق التي تأتيكم الساعة الواحدة وثلث، الواحدة والربع، الواحدة منافية على حسب الشباب متى يقومون متى يصحون وجعلهم يسلمون. على كل حال اليوم عندنا ديربي قوي، ديربي ما بعد حصل إلا يمكن مرتين أو ثلاث مرات في البرنامج بسبب يعني كثرة ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله المتسابقين. جبنا متسابقين، واحد من كبوي هاو ار يو اوف كورس يس وات من احد الرفيدة هو نعم هاو ها برت وات وير ار فروم عمان عمان وير ار فروم الحرجة ونعم معك جو ها طيب سيف الجنيبي ما شاء الله تبارك الله يتمتع بدون مايك او ان المايك انك بلعته او كليته او ما ادري ايش. يا سلام عليك، الله يعطيك الف عافيه استاذ سيف. طيب اي احياك الله استاذ. اوف كورس الله يحييك. ايوه القلفزات. طيب مشاهدينا الكرام اليوم عندنا طبختين وعندنا ثلاث، عندنا فريقين كل فريق ثلاث متسابقين. اليوم التنافس قوي جدا، قوي قوي قوي، لكن الألف نقطة بتتوزع الفريق الفائز كل متسابق له 333 نقطة. جميل صحيح أستاذ عبد الرحمن؟ أنا أحتج في ذلك. ليش؟ خلك معي يا معد. أنا أحتج في ذلك ليش؟ أنا أبغى أن الشباب كل واحد يحصل على 500 نقطة. كيف؟ يعني نبغى الفريق الفائز اليوم 1500 نقطة. ليش؟ لأن الفرق اللي راحوا وفازوا ب 500 نقطة، هذول ايش ذنبهم ياخذون على 333؟ وجهك ما عليك زود، والله اني صادق يا اخوان. نطالب بالإدارة الآن، نتمنى من الراجح الآن يرفعها ل 1500 عشان بحيث تكون مسواه، أو إذا ما حد رد علي أنا بقدحها من راسي، لو يخصم راتبي. كم زودتها شوي؟ زودتها شوي. طيب اليوم عندنا طبقين يا اخوان، اللي هو طبق باستا بصلصه الطماطم ومعنا الشيف شغف. اسماء المتسابقين: البطل سيف الجنيبي اعطوا تحيه، والبطل الثاني اللي اتانا من كابوي نايف اليامي، والبطل الثالث سلطان الدوسري، مرحبا ومسهلا. طيب هذا باستا بصلصه الطماطم، تعرفونها يا شباب ولا ما تعرفونها؟ يا سلام عليك. طيب الفريق الثاني صينية توست، صينية توست اللي معنا الشيف أصايل، يعطيك الف عافية. أسماء المتسابقين معنا من هو؟ سالم الغامدي. احنا لا في واحد هنا و... انا ايوه في واحد فيصل حازم. ايه طيب الا الخابر سالم الغامدي وين؟ جاي اي طيب اي عشان اول اسم عندي سالم الغامدي جايبينه من برا. عبد الواحد بن عريد تحيه بالله، والبطل فيصل الحازم الله يعطيكم الف عافيه. طيب يا شباب سالم الغامدي بس وسال بيجي جايبينه من برا والله سالم طلبيه خاصه اي سالم الغامدي في انتظار المتسابق سالم الغامدي. طيب جاهز معنا احد الاتصال يا اخوان؟ بس اعطونا 1500 نقطة، ممكن الفريق الفائز يكون له 1500 نقطة؟ الفريق الفائز نحتاجه يكون 1500 نقطة. لا لحظة صلوا على رسول الله. ثلاث فرق، ثلاث متسابقين. الفريق اللي بيفوز له 500 نقطة كل واحد، نفس مساواة الأيام اللي راحت. كل متسابق له 500 نقطة. اليوم لازم نرفع الليمتد، لازم يصير فيه 1500 بحيث تكون متساواة للأيام الماضية، صحيح يا شباب؟ 1500 نقطة، 1500 نقطة للفريق الفائز، بحيث كل بطل من الأبطال اليوم معي في فقرة مذاق يحصل على 500 نقطة. وعطنا اتصال الشيف أصايل. الشيف شغف السلام عليكم.